منورنا يا معتز. نورك انت. اخبارك ايه؟ كله تمام. قول لي بقى، ان شاء الله معتز محمد لعب مباراه المصري تالق، كانت اول مباراه ليه، لكن عايز ابدا من ورا شويه. انت الاول من مواليد القاهره ولا من؟ لا انا من البحيره، من مركز كفر الدوار، من منطقه اسمها البيضه. البيضه. طب مين اللي حبيبك في الكوره الاول، او مين اللي ابتدى معاك الكوره في الاول؟ لا هو والدي، عشان والدي من زمان يعني هو بيلعب كوره وبيحب الكوره، فمن وانا صغير كان ياخدني دايما يمرني ويوديني اكاديميات. فهو بدا معايا وداني اكاديميه نادي البيضاء عندنا في المنطقه عندنا. كان مع كابتن اسمه عثمان منصور، يعني ربنا يرحمه. قعد شويه يعني لقاني فعلا بحب الكوره ومهتم بيها، فهو برضه ساعدني وقف جنبي كتير يعني في السن الصغير دوت، ان انا يبقى عندي ميزه في الكوره وان انا احب الكوره اكتر عشان يبقى ليا مستقبل فيها. اول ما ابتديت وانت ولد صغير في الاكاديميه كنت برضو مدافع ولا؟ لا كنت بلعب هاف يعني. لحد ما جيت النادي الاهلي كنت بلعب هاف، لعبت في النادي الاهلي سنه هاف، وبعدين مع كابتن احمد سمير بيبو هو يعني اللي كان ليه الفضل عليا في موضوع اللي انا العب مساك، عشان هو اللي غير مركزي من ساعه يعني لما رحت وخلاني مساك. كنت بقول له مساك ازاي؟ سؤال يعني انت هتبقى احسن مساك في مصر، عشان هو برضو شاف عندي ميزه الهيدر ديت. قال لي سنه سنتين هتبقى احسن مساك في مصر، والحمد لله يعني ده اللي حصل. طب ايه الحكايه؟ محمد عبد المنعم ابتدى كان مهاجم وبعد كده لعب مساك، معتز محمد ابتدى هاف ورجع برضه بقى مساك. لا يعني بتفرق قوي عين المدرب لما بيوظف اللعيب في مكان تاني غير المكان اللي هو ابتدى فيه كمان. لا هو طبعا كابتن احمد سمير مدرب كبير، ومن ساعه ما جيت النادي جيت له من اول سنه يعني كان ليه الفضل عليا ان هو سندني كتير. وجي كمان اول ما جيت كان حطني في وسط لعيبه جامده قوي، وحط رجلي في الفرقه الاساسيه من اول يوم يعتبر. وبعدها بفتره لقاني عندي سنه الدفاع ديت كويسه شويه والهيدر كويسه، فحب ان هو يكتشفني في المكان دوت. مع ان كمان ان اول سنه وسنتين ما كنتش مميز في المركز ده، بس هو برده صمم. كنت تتعلم. بس هو صمم يعني، قال لي لا انت هتبقى من احسن مساكين مصر وهيبقى لك مستقبل في النادي كبير في المكان ده. قبل ما تيجي الاهلي رحت نادي اصحاب الجياد. صح، في اسكندريه في سموحه. ايوه رحت نادي اصحاب الجياد من وانا عندي 8 سنين. مين تقريبا مين اللي وداك بقى؟ كان والدي برده. والدي هو اللي تعب معايا شويه وانا صغير، ولحد دلوقتي لسه بيتعب جامد والله العظيم معايا. فهو وداني اختبارات نادي اصحاب الجياد، فشافني كابتن بيبو وكابتن انور السويركي. هو كابتن بيبو شافني من اول يوم وخلاني كابتن الفريق. ولعبت معاهم سنتين، خدت هداف البطوله المرتين وخدنا البطوله السنتين. هم يعني هو وكابتن انور كان ليهم الفضل عليا الصراحه يعني في اسكندريه كتير، ان انا يبقى ليا اسم واللي انا العب في منتخب اسكندريه وابقى كابتن كمان منتخب اسكندريه. كويس. رحت من كفر الدوار اصحابي جت عشان قريبه من كفر الدوار. بالظبط. كان فرق بينهم نص ساعه تقريبا. نص ساعة، فده كان عشان لسه ولد صغير 8 سنين، فقرب المسافة هو اللي وداك الخطوة دي. بالظبط. خطوة الأهلي بقى، إنك تروح الأهلي أو اختبارات الأهلي من أصحاب الجياد. هسمعها منك ولكن بعد الفصل السريع.